نحط البيكنج باودر. صح 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 اوه اي نجحت. هيتنفخ دلوقتي اكيد. هي اتنفخت بس ما اتنفختش بالونه، يعني انا كنت فاكره هتنفخ بالونه، وممكن بتنفخ بالونه بس انا عشان حطيت الكميه شويه صغيره المره دي، بس انا خفت المره اللي فاتت حطيت كتير. بقول لكم اجربها تاني. انا مش عارفه مثلا هحط كيس البيكنج باودر كله واشوف. نحط شوية خل كمان. يلا هنشوف، هنفضل وراها لحد ما ايه. هي بتتنفخ بتتنفخ. خلاص كفايه كده، هي اتنفخت يعني اهي. ما اعرف انا بقى. استنى طيب استنى استنى. بتاعت الكلب كده اهي اهي، اتنفخت البالونة. يبقى كده التجربة ناجحة بتاعت ازاي نطلع غاز ثاني اكسيد الكربون، نحط خل على بيكنج باودر او كربونات الصوديوم. يعني ممكن اللي انا عملته برضو في الاول على فكرة كانت ناجحة، بس علشان انا حطيت كتير وملحقتش احط البالونة فما اتنفختش، ولكن اهي كده التجربة دي ناجحة. وشكرا طبعا لصاحب التعليق والفكرة، ولو حد تاني عنده افكار او تجارب يكتبها لي في التعليقات وان شاء الله اعملها معاكم. باي باي.